أنتوني أبو أنتون، المدير التنفيذي لأرتست أند مور إنترتينمنت، حتى نتعرف أكثر على السيرك اللي عم بينظمه على الجليد اللي بيستقبله لبنان هالسنة بمناسبة أعياد الميلاد وراس السنة. بيتخللوا 26 عرض بمشاركة فنانين من مختلف أنحاء العالم، وبيعود ريعه إلى الجمعيات اللي بتهتم بالأطفال. أهلا وسهلا فيك أنتوني. ثانك يو، أهلا وسهلا فيكم. أنتوني قلبك قوي 100%. نحن مستمرين، والايفنت الوحيد الانترناشونال اللي راح يكون بكريسماس عنا بلبنان. مش حاسس انه هيدا الشيء ريسكي، بس لانه خاص بكريسماس، وانت بتعرف انه رغم كل الظروف يمكن والتوتر الاولاد ما لهم ذنب، وراح يحاولوا الاهالي انه هيدا كان اور مين كونسيرن. مثل ما بنعرف انه حيلا برودكشن بتنجاب من برا بدها اشهر من التحضير. صار لنا 8 اشهر بنحضر بكريسماس اون ايس، والدعايات تقريبا طلعت من 3 اشهر عملنا لانشينج تبعنا، ولسوء الحظ من شهر بلشنا نقطع بوضع استثنائي، وضع صعب. بلش الكل اكيد يحذرنا انه اتس ا بيج ريسك، خاصه انه انفستمنت كبير ما انه صغير ابدا. هيدا غير الوضع الاقتصادي اللي نحن فيه اساسا، يعني 100% صح. وما لنا هينه اصلا، كنا نجيب شو من برا لانه من سنه 2019 عم نقطع بوضع كثير صعب. In the past few weeks كنا عم نشوف انه كل الايفنتات اللي جاي من برا بكريسماس كومبليتلي التغت، ما بقى في ولا ايفنت اجنبي اذا بدنا نقول جاي من برا. بس نحن معروفين بكريزي ايفنتس وبارتست اند مور انه على طول بروجياتنا هن بيدعموا لبنان، وخاصه هدفهم انه يجيبوا هيدي البسمه الحلوه على قلب كل بيت لبناني. This is why قررنا وانا اخذت الانيشيتيف انه كريسمس اون ايس ما رح يتاجل، كريسمس اون ايس ما رح يلتغي. ونحن بنحب ناكد لكل المشاهدين كمان انه من 4 ايام تقريبا وصلوا الفنانين على مطار بيروت وبلشوا بالتدريبات اللازمه، وبلشنا تركيب. نحن مستمرين للافتتاح بديسمبر 1، والشو بيستمر ل 30 نهار. قصد جربنا قد ما فينا انه نحط عدد ايام كبير لكل اللبنانيه قدروا يجوا يكونوا عم يحتفلوا بفتره عيد الميلاد، حتى شوي نفوت هيدي البوزيتيف انرجي على قلوبهم، خاصه بهذا الوضع الصعب اللي عم نقطع فيه. والحلو كمان بكريسماس اون ايس انه ما نو شو للاولاد وما نو شو بس للكبار. الشو جماله انه عنا هيوج ديكوريشن قدامنا 3D، يعني فيجولي اتس ستانينج. عنا ليزر شوز، عنا اضاءه بتاخذ العقل، عنا اكثر من 20 اكت على المسرح، من سيرك لاكروباتس لكاركترز ريليتد للوينتر مثل السنومان مثل البنجوينز. اكيد عنا سانتا كلوز لكل العيال بيكونوا ناطرينه، عنا جوجلرز وتشامبيونز بايس سكيتنج شوز. سو هو الشو على الجليد، حتى السيرك هو اون ايس، الاكروباتس هن اون ايس، وراح نشوف نايس ميوزيكال لكريسماس مع فيري تيل. راح تكون عم تمثلها المين كاركتر اللي اسمها بالقصه ايميلي فروست. وتعدل هيدا الشو اللي جاي من برا تنوصل رساله سلام للبنان. سو رجع انعمل ري رايتنج تقريبا من 3 جماع على السكريبت تنفوت شوي هيدي البوزيتيف اسبيكت بالقصه، حتى نفرجيهم انه even if we're going through hard times على طول the stars will lead the way. ونحن بشهر عيد الميلاد اكيد بدنا الكل يكون مبسوط. وحتى رجعنا سجلنا غنيه من الاغاني الموجودين بالشو من قبل 28 ولد لبناني، من قبل كورال تانيا اسيس، حتى شوي نفرجي هيدي اذا بدكم السبورت للبنان، the message of peace، حتى نرجع نفرجي كل العالم انه لبنان على الخريطه الانترناشونال، ونحن رح نغير، رح نكون عم نعيد عيد الميلاد وما في شيء رح يخلينا نوقف. امين. مبين قديش حلو، قد ايه رح يكون حلو، و I'm invited فأم so excited اني اروح. بس انا وصلت للانفيتاسيون 2 بريسلت ومفتاح، يا ريت تخبرنا شو السيمبل تبع هذا المفتاح، ذا كي اوف هوب. هو رساله امل لكل الاولاد اللي يمكن مش قدرتها تجي تحضر الشو. This is why كل الانفلونسرز البلوجرز والميديا اللي معزومه على الافتتاح الرسمي او الافون بريمير، اول سكرينينج للشو قبل ما نفتحه للجنرال بابليك، راح يكونوا عم يجيبوا معهم هذا المفتاح اللي فيه هارت شيب على شكل قلب بيجي، وراح يعلقوه على التري اوف هوب. بمجرد كل شخص بيعلق هذا المفتاح على الانترنس تبع الثياتر اون ذا تري اوف هوب، ذير جوينج تو انلوك كريستين لاولاد مش قدرتهم يكونوا عم بيجوا يحضروا الشو. ونحن خصصنا
4000 سيت اللي هو تقريبا 10% من كاباسيتي الشو ل 14 جمعيه من بيناتهم The Children's Cancer Center تمنى والعديد منهم، وراح نكون عم نعزمهم حتى يجوا ينبسطوا يحسوا بجو العيد، لانه بعتقد من حق كل ولد يكون عم بيعيد كريسمس او عيد عيد الميلاد. فهيدي اور مسج ذس يير، ا مسج اوف هوب. وقد ما فينا كمان عم نجرب نتواصل مع كل المدارس، مع كل الحضانات والجمعيات، لانه عم نعرض كل يوم عرضين قبل الظهر بنص الجمعه throughout all December. رح يكونوا عم يجوا لعنا تريبس المدارس حتى كمان يتمتعوا الاولاد بكريسماس اون ايس، لانه كريسماس اون ايس از فور ايفري ون. حلو الابتكار بالافكار عنا بلبنان. بدي اعرف وين فيهم يلاقوا التيكتس وقد ايه افوردبل؟ التيكتس دير افوردبل ببلشوا من 10 دولار وبيطلعوا حسب اي باكج عم نايا اي سيت تورز قدام. اذا عم نروح على الفي اي بي لاونج اللي هو لاونج بيرتاحوا فيه قبل الشو وذ انليمتد درينكس الكونسيشنز مثل بوب كورن كاتين كاندي ونايس فوتو بوث، سو في كذا اكسبيرينس. بس الكل رح يكون عنده فور فري اكسس على كثير اكتيفيشنز من السبونسرز والبارتنرز تبعنا، رح يربحوا برايزز، رح يكونوا عم يتبسطوا بالفوتو بوث ارياز تبعنا فور فري، ورح يتجولوا ببيت سانتا كلوز اللي هو بيت مفروش بفرش حقيقي حتى نشوف شوي البيهايند ذا سينز كيف سانتا كلوز بيقضي نهاره بالليفينج روم تبعه بالورك شوب تبعه بالبيدروم. اتس ا ليتل بيت اديوكيشنال حتى كمان الاولاد يشوفوا لايف شو يعني بيت سانتا كلوز، لانه على طول يمكن بس بنشوفه بالموفيز او بنشوفه بالقصص. البطاقات موجوده على artistsandmore.com اونلاين، فينا نكون عم نشتري فيها كريدت كارد. سكند اوبشن بالتشيك اوت على الويب سايت، فينا نحط كاش اون ديليفري وبيجي ارامكس لعنا على البيت، بندفع له المصاري اوتوماتيكلي بيوصلنا لينك بالبي دي اف تيكتس. نحن وير جوينج انفايرمنتلي فريندلي لانه ما في شيء اسمه فيزيكال تيكت، اتس ا ديجيتال تيكت اون اور ديفايس بنجيبها نهار الشو تنعمل تشيك ان. ذا ثيرد اوبشن هن بوينت اوف سيلز موجودين على الويب سايت، فينا نروح فيزيكلي نشتري التيكتس تبعنا. وكمان عندنا طريقه تو تشيك اوت مع ويش ماني ثرو ذا ابلكيشن، واوتوماتيكلي كمان بتكون عم توصل التيكت على الايميل تبعنا. طيب وين اللوكال؟ وين عم بيصير كريسمس اون ايس؟ عم ينعرض بقصر المؤتمرات بدبي. قصر المؤتمرات صار له 4 سنين كان مسكر، نحن اخذنا كمان القرار انه نرجع نساهم باعاده فتحه تنرجع شوي الايفنت سين بلبنان، رجع تزبط كله، رجع ترمم. صار لنا تقريبا اكثر من شهر عم نركب الديكور، الايس سكيتنج رينك، الريسبشن اريا، بيت سانتا كلوز، تو ميك شور انه الاكسبيرينس رح تكون اب سكيل لكل العالم. وناطرين الكل بقصر المؤتمرات بدبي حتى يتمتعوا بشيء جديد وشوي هيك نفرح قلوب العالم ونغير لها جو، خاصة بفترة ديسمبر 100%. طيب أنطوني الارتست من وين جايين؟ الارتست هن فيجر سكيترز من موسكو روسيا، سو هن ابطال سيرك واي سكيتنج، سو هيدي الكومبينيشن صعب نلاقيها. عادة نحن بنحضر شو سيرك بيكون على الارض او بخيمة سيرك او على المسرح، او بنروح بنحضر شو اي سكيتنج فيه بس رقص. نحن هون قررنا انه نجمع كل شيء بشو واحد، الشو تقريبا مدته ساعة وثلث، رح نكون عم نتمتع بأكثر من 20 أكت على المسرح، من أكروباتس رح يطيروا بالهواء لبنجوينز وسنومان رح يكونوا عم يمشوا حوالينا ويعملوا نايس انتراكشن، رح يكون عندنا يونيسايكل أرتست، جاجلرز، عندنا المين كاركتر رح يكون عندها انتراكتيف دايلوج مع كل العالم، والعديد من المفاجآت. وحتى كل العالم هن وفالين من الشو رح يطلع لهم هيك نايس كانديز تحسوا كمان شوي بجو العيد، ورح يقدروا يشوفوا سانتا كلوز لايف على المسرح، بس هالمره سانتا كلوز اللي شكله شوي ريليتد لكريسماس اون ايس اللي هو الابيض والسيلفر كمان هيك بانيو لوك. طيب شو الصعوبات اللي واجهتوها انتم عم بتركوا؟ يعني صار لكم شهر عم يعني منا هينة، شو الصعوبات اللي واجهتوها ولا كان كل شيء سموث؟ هلا اكيد في كثير صعوبات خاصة بظرف استثنائي، وخاصة انه نحن بلبنان ريسنتلي ما عم بيكون عندنا هيدي الاب سكيل تكنيكال ريكوايرمنتس يكونوا موجودين هون، مشان هيك اضطرينا نشحن كثير قصص منا موجودة هون، خاصة مكانات السبيشال افكتس، يعني رح يفقع كونفتي علينا، رح تتلج جوات المسرح، رح يكون عندنا فاير وركس اكيد ان فيري سيف ميثود عم نستعملهم، هول القصص هن اللي بيجملوا الشو، صرنا شوي صعب نلاقيهم هون لأنه كل السبلايرز اللبنانية عم بفضلوا يشحنوا أغراضهم ويشتغلوا بدول الخارج. فنحن كان شرطنا مع كريسمس اون ايس انه كل التكنيكال سبورت والستاف اللي على الارض بده يكونوا لبنانيه، مشان هيك كريسمس اون ايس عم بيساهم باكثر من 500 جوب اوبورتونيتي لعيال بيزد هون، حتى شوي كمان نكون عم نساهم قد ما فينا نشغل لوكال بيبل مش بس الاجانب. وذاتس واي حتى رجعت تزبطت البرودكشن مع اور لوكال تيم،
مع التيم اللي على الأرض رجع شوي حولت وفت الأمبيانس كمان اللي نحن عم نعيشه بلبنان. ومنوعد العالم انه في كتير مفاجآت على المسرح، رح يشوفوا كتير قصص ورح يشوفوا ديكور ضخم 3D ما فينا كتير نحكي عنه، بس رح نشوف ليزرز، رح نشوف سموك، رح نشوف كونفتي، كل شوي رح نشوف شيء، رح نسقع، رح ننبسط بجو العيد. و the most important thing انه كله كريسمس ميوزيكال، يعني كل الاغاني اللي بنعرفها من نحن وصغار لهلا رح يكونوا الكاركترز هن عم بيغنوها مع العالم، يعني الكاركترز رح ينزلوا بين العالم، مش بس رح نكون عم نحضرهم اون ستيج تنحس انه شوي هن قراب لنا. ومثل ما حكينا انه قبل الشو وبعد الشو الكل رح يكون عندهم possibility حتى يكونوا عم يربحوا prizes مع البارتنرز تبعنا ويعملوا هيدي التور الحلوه بقلب سانتاز هاوس. هل من ضمن الصعوبات انه تقدروا تقنعوا يمكن الارتست انهم يجوا كمان؟ يعني نحن حكينا عن الصعوبات هون والوضع هون، بس بدي اعرف هن قد كانوا عتلانين. هو اصعب شيء اكيد نكون عم نقنع ارتست من بعد ما يشوفوا انه اصلا ايفنتس عم بيتكنسلوا، يعني اتس فيري ايزي فوتو اونلاين يشوفوا انه كل الانترناشونال ايفنتس اللي كانوا عم بيصيروا بنوفمبر وبديسمبر بلبنان they're being postponed لأبريل ماي جون جولاي أو they're being cancelled، لأنه اللي مش عايشين هون صعب شوي يفهموا شو الوضع اللي عم نعيشه. بس الحلو إنه نحن الأرتست تبعنا صار لهم سنين بيشتغلوا معنا وبيحبوا لبنان وبيحبوا شعب لبنان، وكذا مرة إجوا for different occasions ل private events ل different circus shows. وقتا نحن اتواصلوا معنا وسألونا عن الوضع أكيد كانوا خايفين، عملوا البحث وتأكدوا من كذا شغلة، بس أصروا إنه هني ما بدهن يكنسلوا كريسمس بلبنان. They want to keep هيدي الأمبيانس، وخاصة عرفوا إنه هيدا الشو الوحيد اللي رح يبقى، يعني كمان ما بدنا نكون في داركنس during كريسمس وبالآخر ما يطلع إيفنتس لهالعيال تروح تنبسط، لأنه ما بعتقد حدا فترة عيد الميلاد بده يبقى بالبيت أو يكون هيدي نيجاتيف إنرجي فيه، خاصة نحن صرنا 4 سنين ما عم نعيد العيد مزبوط. سو قررنا نحن مع الارتست انه ناخذ بيرسونال انيشيتيف انه نقدر قد ما فينا نكون ان سكيورد انفايرمنت، اكيد بالتعاون مع شركه الطيران، بالتعاون مع كل السيفتي والسكيورتي ميجرز اللي عم ناخذهم باصل المؤتمرات بدبي. وذاتس واي قررنا انه ما نكنسل. وصلوا على لبنان من 4 ايام، بلشوا التمرينات وكثير مبسوطين بلبنان، حتى عم بيزوروا اجمل المحلات وعم بيكتشفوا محلات جديده يمكن ولا مره اجوا عليها. ما هي القصة بتتضخم كثير وقت لما بتكون انت عايش بقلب البلد، توصل مضخمة جدا، يعني صح. الله يحمي بلدنا والبلاد كلها. كمان فيك، لكن قلت لنا بواحد ديسمبر ببلش للببليك، بنفتح من 1 ل 30 ديسمبر. اي ساعة؟ عندنا عروضات على الساعة 3 وعروضات على الساعة 7:30. الديتس كلهم صاروا موجودين اونلاين، فينا نفتح الكالندر على artistsandmore.com ويفلتر باي ديت بنشوف اي توقيت، حتى فينا نشوف السيت ماب وننقي الكرسي اللي بدنا نقعد عليها اونلاين. على التشيك اوت اوتوماتيكلي بس ندفع بيوصلوا لنا التيكتس باي ايميل، ونحن بنفتح قبل ب 45 دقيقه قبل ما يبلش الشو، العالم تجي كمان تستكشف جمال الاكتيفيشنز اللي عاملينهم وسانتاز هاوس والعديد من السربرايزز بالريسبشن والويلكمينج اريا. عم بيصير مثل ما سبق وحكينا بقصر المؤتمرات بدبي، وعروضات كل يوم للمدارس والحضانات والجمعيات رح تكون عم تنعرض قبل الظهر كمان. سوري بدي اسالك، انتم الشركه المنظمه ولا الشركه اللي عم بتركب الستيج ولا؟ نحن الشركه المنظمه، ونحن معروفين انه نحن بننتج عاده برودكشنز وبنعرضهم all around the Middle East، مشان هيك نحن أصرينا إنه أوكي عم نعمل شوية بقطر بدبي بالسعودية and so on، ما بدنا ننسى لبنان. الكل كنسل، الكل يمكن قرر ينقل الشو تبعه لدول أخرى، نحن أصرينا Christmas on Ice رح يصير هيدي السنة. Christmas is gonna happen، بدنا كلنا ننبسط، بدنا نحس بجو العيد لو بساعة ونص أو ساعة وثلث من الوقت، بس I think this would make a change لكل عائلة لبنانية. إن شاء الله أكيد، ولو إنه قلبك قوي أنتوني وخطرت حاسس إنه it's risky ولا؟ لا إن شاء الله لا. صراحة أنا متفائل. وأنا كمان. وكلنا محمسين. خلينا نفكر شوي بالبوزيتيف سايد. وإن الله راد رح نعيد كريسمس ورح نعيد نيو يير، ونحن مستمرين بكريسمس اون ايس، حتى بالافون بريمير رح تكون للميديا، رح نفرجي العالم بيهايند ذا سينز تبع كريسمس اون ايس نكست ويك اند، حتى نحمسهم شوي بتيزرز، وبنرجع بنفتتح رسميا لكل العالم اللي حاملين البطاقات من ديسمبر 1 لديسمبر 30.
تحياتنا لجهودكم لكل شيء عم تعملوه، لكل الاكيب يلي معك انطوني، بعرف انه في جيش كمان وراك اكيد، ومشكورين. انا نشكر وجودك معنا كمان انطوني ابو انطون، انت المدير التنفيذي لارتست اند مور انترتينمنت، شرفتنا. اهلا وسهلا فيك. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصلوا على الارقام التاليه. ألفا قنوات الأسرة العربية.